وصف التل رحمه الله ورحم جميع شهداء هذا الوطن لم يكن يوما تابعا لأي دولة أخرى، نعم، كما نرى اليوم. ولم يتبع وصف التل إلى السفارات، ولم يتبع إلى صندوق النقد أو البنك الدولي وما إلى ذلك. وصفي كان يتبع دولة الأردن فقط لا غير، وكان عروبي وقومي. وصفي من أوائل المجاهدين في فلسطين، وتم سجنه وهو طالب في الصف الثانوية في الصف الثاني ثانوي آنذاك، هو ورحمة المرحوم محمد صايل الحسبان وفرح أبو جابر. وصف التل كان يحمل مشروع النهضة التي تتحدث بها حكومتنا هذا اليوم، لكن وصفي كان قولوا فعل، وصفي كان يتحدث وينجز. وصفي مشروع الحركة الوطنية الأردنية، مشروع الحركة الوطنية. وصفي لم يعني في كل تاريخه السياسي ما كان عند وصفي حرق عجال وإخوانا التلول أعطونا ديكو ونائبنا أو وزيرنا أو رئيس حكومة أو ما إلى ذلك. وصفي كان يؤمن بالأردن كدولة، وكان يؤمن بها كقاعدة انطلاق للعروبة وأيضا للدفاع عن القضايا الأمة من خلال الأردن، وما قتله مشروعه القوم العربي أيضا. وصف التل، عندما نتحدث اليوم لماذا وصف التل ولماذا الأردنيين يحبون وصف التل، أجاب أخي الدكتور محمد عن جزئية معينة، الدكتور محمود عفوا، عن جزئية معينة. لكن وصف التل قبل كل شيء كان أردني، كان ابن القرية وابن الريف وابن البادية، ابن كل قرية، كان يعرف الجميع والجميع يعرفه. فوصف التل لم يأتي إلى الأردنيين من هارفارد أو يأتي إلى الأردنيين من الدول الغربية ليطبق عليهم نظريات لا تتواءم وواقعهم الملموس. وصفي كان يعي جيدا أوجاع الأردنيين، ولذلك كان من الصراحة التي تحدث فيها الدكتور كان صريح معهم في كافة الأمور، ولم يرتهن قراره أبدا بسين أو صاد من الأشخاص، بل كان صاحب ولاية. وكان عندما يتحدث لجلالة الراحل الكبير الملك الحسين كان يقول: يا مولاي اليوم عملنا كذا، ولا يذهب إلى المواطنين ليقول نحن عملنا بتوجيهات. صاحب الولاية هو من يقوم بالفعل ولا ينتظر التوجيهات، لأنه عندما يوضع في هذا المنصب عليه أن يعمل لأجله وليس أن يكون مقاول أو منفذ لهذه التوجيهات. أضف إلى ذلك وصف التل كان اليوم في كل قرية أردنية وفي كل بيت أردني، الجميع يعرف من هو وصف التل، والجميع يستطيع الوصول إلى وصف التل. وصف التل كان في كل حكوماته، كان دائما يوم الاثنين هو يوم مفتوح لجميع المواطنين، وكان يتابع القضايا. وصف التل لم يكن لديه من المواكب، كانت سيارته هو وفي براء عبد الرحمن العفان السائق، وكان رحمة خالي بركات السعيدة كان معه، هاي سيارة وصفي، هذا موكب وصفي، كان يوقف مع الناس ويبعد معهم، كان ما كان يترك أي جمعة للناس حتى على مستوى يعني في قصص كثيرة أستطيع سردها إليك إلا يكون قريب من الناس ويسمع منهم ويسمع منهم أمهم ويسمع شو في طروحات مشاق من عندهم.